عام بعد عام ومنذ انطلاقتها في 2019، جائزة زايد للأخوة الإنسانية ترسم نهجا متينا وساطعا لا غبار عليه. بيت عامر وسكن للجميع، جدرانه التسامح والتعايش السلمي، هي في حدودها تخطت جميع الحواجز، تجمع الأوطان والبلدان والأديان تحت نبض واحد وعلى قلب واحد. التكافل بين الناس على المستويين المحلي والدولي، فكرا ومنصة وحراكا عالميا حول مبادرات الأمل التي تنثرها الإمارات لإسعاد الإنسان. جائزة زايد تمثل مشعل أمل، مشعل نور في أوقات صعبة يمر بها العالم بظروف استثنائية، ولكن حرصنا على أن يأتي هذا التكريم اليوم ويأتي هذا الاحتفاء اليوم ليمثل مبادرة أمل لكل المستضعفين في الأرض ولكل الضعفاء والمساكين، ويشعرهم أن قيم الأخوة، قيم المحبة، قيم التراحم باقية، وإن شاء الله سوف تصل إليهم لتخفف من معاناتهم. روح الجائزة التي تخطت كونها جائزة ولها رواد صنعوا الأمل بجهود عظيمة، وهنا تكريم فوج جديد من الرموز الملهمة للبشرية، اقتداء بما يقدمونه للبشرية والأخوة الإنسانية وما تحمله من قيم خالدة، باسم مؤسس الإمارات زايد الخير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أقول أني شكرا جزيلا، يشرفني ويسعدني أكون في الإمارات، أن الإمارات ورتنا إزاي يكون في تعاون وتواضع ونظر للمستقبل. رؤية القيادة الرشيدة جلية واضحة في السير على نهج المؤسس بتربة خصبة بالتسامح، سواء بالتشريعات القانونية والمؤسسات الداعمة لذلك والمنتديات والبرامج المعززة للسلم وغير ذلك الكثير. من أرض الإمارات وفي كل بقعة وإمارة نجد نبراس التسامح والأخوة والإنسانية، امتداد ومنارة تهدي إليها العالم وتذكره كيف نبني الحياة بأسس التنمية والاستدامة. لمركز الاتحاد الأخبار، مهدي سليمان.